اليوم حنروح عبلاد بعيدة عن بلادنا، حنزور القارة الإفريقية تحديداً تنزانيا لنستمتع بأطيب أطباقها. مرحبا شيف. مرحبا ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. عتنزانيا من جديد. عتنزانيا من جديد. اليوم حنعمل خبز تشاباتي. هلا تسمع تشاباتي بتعرف انه خبز هندي. مزبوط. فهذا بدلينا انه بتنزانيا لما راحوا العمانيين العرب اخذوا معهم خبز اللي هن ياخذوه على الهنود تشاباتي. حنعمل اليوم تشاباتي. يعني اخذوا العمانيين من تنزانيا الخبز عطوهم الخبز الهندي من الهند. واخذوا منه شو من تنزانيا اطباق مثل كمان خبز اما اطباق معموله بلحمه وكذا صار في تبادل الحضارات 100% بس ان الاكثر شيء العرب اثروا على تنزانيا خلال تطورات اليوم حنعمل تشباتي خبز حنعمل سلطه بالملفوف كاشومبالي هي كمان سلطه يعني تؤكل تقريبا كل يوم حنعمل يخني بالريديس يخني بالسبانخ مع الفستق زبده الفستق وحنعمل اخر شيء كريات رز بجوز الهند اوكي من طحين الرز يلا وهلا حنبلش بالخبز اوكي حنستعمل له طحين مي ملح شويه زيت يلا يعني احنا عم نشوف صرنا عاملين بمطبخنا كذا نوع خبز بالبيت وهذا الشيء كثير حلو يعني مزبوط انه بنقدر نخبز خبزاتنا بالبيت قبل انا ما اخبز خبزاتي بالبيت ولا شو رايك يا شيف ما بعرف بتشوفني انه انا عم بخبز خبز مثلا لا بالبيت لا اكيد لا لكن استعملنا كبيتين ونص طحين حنستعمل طب ليه يا شيف ما بتشوفني انه انا عم بخبز ما جلاده او بيحترقوا هو بيحترق ليه بيحترقوا لانه بتلعب على التليفون اشتغلي سوشيال ميديا اشتغلي سوشيال ميديا اهين لك حطينا شوية زيت معها ولا فكرة اشتغل كمان سوشيال ميديا ايه بتحب التليفون على كل المحاور هلا حنحط الفرن مع بعضهم حنعمل عجينة خبز تشاباتي خبز هندي مشهور كتير مزبوط انا على طول لما اروح على محل مطعم هندي بيقدموا خبز تشاباتي بس انا يعني بتني وبتلت ايه لانه بنحب الخبز ايه اكيد كثير طيب فعلا اذا لاحظت نحن الوحيدين يعني الشعب اللي بناكل رز مع خبز بس بغير بلاد يا خبز يا رز يا خبز يا رز عشان هيك نحن وصلنا زي الشيف هلا حنحط هيدي هون نعجنها شوي بعدين بنريحها وبلشنا بالسلطه بس ترتاح بنعمل خبز اوكي الخبز كمان شباتي عنده طريقة بالعمل